من الجمال إلى سوالف فنية، وفيها اليوم احتفال العاصمة الإماراتية أبو ظبي ككل عام بسباق الفورمولا 1 العالمي واللي خلص أمس. احنا برنامج سيدتي كنا هناك وتواجدنا وسجلنا لكم الأجواء، خلينا نشوفها. شارك مجموعة من نجوم روتانا هذا العام بحفلات ما بعد السباق، حيث أطلت كارول سماحة بالليلة الأولى على مسرح أرينا بجزيرة ياس وقدمت مجموعة من أغانيها وتميزت بالأوتفيت التي ارتدته. مبسوطة أنه هي أول مرة أنا رح أغني، رح يكون عندي كونسرت بهالحدث المهم، ومتوقع يكون جو كتير حلو مثل جو الفورميلا. في الليلة الأولى ختمه تامر حسني الذي غنى مع الجمهور مجموعة من أغانيه القديمة والجديدة وسط تفاعل كبير. المسابقات دي أنا كنت بحبها من صغري، بعد ما كبرت وشغلت شغلي ما بقتش مركز قوي. وكانت الليلة الأولى انطلقت في جزيرة ياس مع محمد عساف وفايز السعيد الذي قدم مجموعة من أغانيه الخليجية. وعلى كورنيش أبو ظبي كان الجمهور على موعد مع الفنانة شذا حسون التي قدمت أغانيها إلى جانب باقة من النجوم العالميين الذين شاركوها الحفل نفسه. من حفلات ما بعد السباق حملت عودة للفنانة الإماراتية رويدة المحروقي التي شاركت الجمهور الحاضر على الكورنيش بمجموعة من أغانيها. مشاركة رويدة كانت إلى جانب الفنان العالمي ميغيل والفنان جيسون ديرولو الذي ختم الليلة الثانية وسط تفاعل كبير من الجمهور. هذه الفقرة الفنية وصلنا نهاية حلقتنا لليوم، وأجدل الستار أمس على مسابقات الفورمولا 1 اللي جمعت الفن والرياضة، وجدد موعدنا مع الفورمولا 1 في جزيرة ياس في أبوظبي السنة الجاية إن شاء الله. إحنا بعد جدد معنا موعدكم.